اليوم الأسكري بيجي مزارع، المواطن فين جمينا كل اليوم بيجي مزارع، صاحب البهايم الزمان بيحتفظ ببهايم بنشغ وفوته كل اليوم بيجي مزارع، والمزارع ظل مزارع، وبالتالي حتبقى هناك نزاعات. شنو اللي يجب على الدولة تقوم به عشان تنظم القطاع الحيوي المهم جدا هو قطاع الاقتصاد؟ الأرض ملك للدولة، لا ملك لشخص ولا للشيخ ولا لسلطان ولا لأي أحد. ممتاز. أن يكون هناك كما قال الدكتور قوانين رادعة من أجل أن يحترم الناس مسألة الملكية. طبعا. لا، بسبب التغير البيئي. طبعا الحيوانات دي هي بتعيش في مناطق آمنة، وكانت طبعا مرت في صراعات في السبعينات، طبعا حرب 9 أشهر وده أيضا من السبب، لكن السبب الأساسي لهجرة الحيوانات ناتجة من التدهور البيئي. تمام. قلة الكثافة النباتية. إقناع الذات بالوصول إلى حب التطلع الذي كان ينشده من قبل في داخله فأصبح واقعا يتجسد أمامه، هذا أيضا يريح الإنسان.